وصلنا الآن إلى النسخة 17 من أبرز النسخ من حيث التغيير اللي صار بيها والأحداث. خليجي 17 جرى في الدوحة للفترة من 10 إلى 24 ديسمبر في دولة قطر. لأول مرة تقام البطولة في ملعبين وليس تجمع في ملعب واحد. في ملعبي السد والريان جرت مباريات البطولة، ولأول مرة تقام البطولة بنظام المجموعتين، المجموعة الأولى والثانية، والفائز الأول والثاني يتأهل إلى النصف نهائي ولعبوا بطريقة المقص نصف نهائي، وبعدين البطن المتأهلين يلعبان مباراة نهائية والخاسرين يلعبان ثالث ورابع. ولأول مرة يشترك 8 منتخبات. شلون؟ من المنتخب اللي اجى الجديد؟ لا، ما اجى جديد، عاد القديم، عاد منتخب العراق الوطني الحبيب إلى المشاركة. وكانت بطولة استثنائية، يعني ما انتظروا بعد سنتين، كانت قدموا البطولة للاحتفاء بمنتخب العراق حتى يعود. وعاد منتخب العراق في أرض الدوحة كما شارك لأول مرة في أرض الدوحة، لكن هذه المرة مو باستاد خليفة وإنما في استاد السد والريان. كانت عودة إعلاميا جيدة ولكن كمستوى فني سيء، لأن بعد العودة من أولمبياد أثينا والكابتن عدنان حمد اللي صح قاد المنتخب إلى نتائج جيدة الأولمبياد، لكن عنده أخطاء فردية بالتعامل مع المباريات وتنزال التشكيلة. مو مجال هذا الحديث عنها، قد تأتي بطولات وأتحدث رغم المستوى الكبير اللي يظهر به المنتخبات تحت قيادة عدنان حمد، لكن في جزئيات قليلة بسيطة تخون التصرف الجيد بها فنخسر بطولات. أتى الكابتن عدنان حمد وهو عارف أنه آخر بطولة له، يعني قايلين له أنه راح نقيلك بعد المشاركة في كأس الخليج، ولكن للأسف ما عد العدة بشكل جيد وسحب لاعبين تسببوا بالكارثة أمام أوزبكستان ثم الخروج من تصفيات كأس العالم 2006. وبنفس الوقت ظهروا بمستوى سيء في كأس الخليج 17 اللي جرت في الدوحة، وخرج العراق بخفي حنين وخرج من الدور الأول في بطولة كأس الخليج. طبعا اللقب أصبحت الفرق 8، وهاي أول مرة بكأس الخليج والمرة الأولى والأخيرة، وأتمنى تكون الأخيرة فعلا، ما يضيفون أي منتخب. ما أتمنى الدعوات لإضافة أي منتخب مع احترام لدول العالم، بطولة خاصة بالخليج، منطقة الخليج، بعض الدول مو خليجية 100% لكن مجاورة دول خليجية ومتشاطعة على البحر وتشترك بالعادات والتقاليد، يعني وإن اختلفت اللهجات وإن اختلفت هواي أمور، بس تبقى أكو أمور تربط هاي الدول الخليجية بهواي أمور. احنا والهاي الدول ترتبط هاي الدول الـ6 الـ8 بامور تختلف عن باقي الدول العربيه، مع احترام للكل ممكن تجمعنا بهم كاس العرب، بس الخليج تبقى لهاي الدول الـ8. زين، قيمه البطوله مجموعتيا قطر احرزت اللقب على حساب عمان بعد مباراه مثيره وجميله وحماسيه، وكذلك البحرين حل الثالثه على حساب الكويت اللي احرزت المركز الرابع. عماد الحوسني هداف البطولة برصيد 4 أهداف، وطلال اليوسف البحريني جائزة أفضل لاعب، وعلي الحبسي استمر في جائزة أفضل حارس مرمى للمرة الثانية، يحرز جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة. هاي هي الجوائز الفردية والترتيب النهائي. مثل ما قلنا بعض الدول خرجت بخفي حنين مثل المنتخب العراقي السعودي والإماراتي. هاي نتيجة طبعا اليمن استمرت في نتائجها ومتذيلة مجموعتها.